بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل. نسأل الله بحق الحسين أن نكون إن شاء الله في هذه الدقائق معكم، وتكون دقائق ذو فائدة بإذن الله تعالى. رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد مناف الجزائري، حياكم الله سماحة السيد. الله يحييكم ويحفظكم إن شاء الله، وأتمنى لكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا مشاهدينا الكرام بهذه القناة المباركة مولد الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، سلام الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه، اللهم آمين يا رب، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه إن شاء الله تعالى. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله فيكم. في الحلقة السابقة أجتنا هواية أسئلة من الأخوة المؤمنين، إن شاء الله ينتظرون الرد عليها، طبعا ردينا عليهم بالواتساب، ولكن إن شاء الله راح نرد أيضا في هذه الحلقة. نسيت أنه أذكر السادة المشاهدين بالأرقام الظاهرة على الشاشة، بالإمكان إرسال رسالة نصية عبر الواتساب حصرا وليس مكالمة. كثير من الأخوان يتصلون علي مكالمة في وقت البرنامج، احنا نريد رسائل، فقط رسائل تكون نصية، رسالة كاملة بالسؤال إن شاء الله والاسم والمدينة، على مود إن شاء الله نكون في خدمتكم في الرد على جميع الأسئلة. إحدى الأخوات من محافظة السماوة ومحافظة المثنى تقول: أنا عمي أبو زوجي ما يصلي كل عمره، يعني كل عمره جايبه بدون صلاة، وهو رجال كبير وأنا أخدمة، يعني هي يعني زوجة ابنة خدمة، أكو ناس تقول حرام لا تخدمي ولا تضحكين بوجهه، يعني هاي أكو ناس يرددونها للأسف، يعفون العلماء ويقولون أكو ناس. نعم، تفضل برد سماح السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. طبعا أشكر جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا المتابعين لبرامجنا هذه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتقديم خدمة إن شاء الله لجميع المؤمنين عن طريق هذه القناة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء ما هو فيه الرضا، اللهم آمين إن شاء الله، لله سبحانه وتعالى ولأئمتنا الطيبين الطاهرين خصوصا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، سلام الله عليه، ونكون إن شاء الله في عنايته ورعايته، اللهم آمين يا رب العالمين. أسئلة جدا ذو فائدة، ذوات فائدة، وأسئلة حقيقة تكون وجيهة ومورد احتياج لجميع الناس، فجزاهم الله خير الجزاء اللي يطرحون هذه الأسئلة. أما بالنسبة لسؤال أختنا المحترمة، طبعا عندما أكو روايات كثيرة عن قضية تارك الصلاة والتعامل مع تارك الصلاة، نعم، هذه الروايات والأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تريد تبين أهمية الصلاة. أحسنتم، شنو تريد تبين؟ أهمية الصلاة. أحسنتم، لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فهذه الروايات اللي تقول بأنه تارك الصلاة لا تسلم عليه ولا تقدم له خدمة، ولا أنه تضحك بوجهه تتبسم له أو كذا أو كذا أو كذا، تريد تبين أهمية الصلاة، ومعناته أنه أنت إذا قدمت له خدمة يعني هذا فشي حرام.
أحسنت. لا، وإنما من باب الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف، لأن الصلاة هي من أهم المعروف، عمود الدين. أحسنت. ومن أهم مصاديق المعروف. جميل. زين، فإذا واحد تارك لهذا المعروف، تارك للصلاة، تارك للصيام، أو تارك لأي فريضة من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى في شريعة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، هذا لازم إحنا ننبهه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات وله مراتب وله طرق وأساليب. فكما في الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا رأيت منكرا فرده بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. أحسنتم. يعني لازم تبين بأنه أنت مو راضي عن هذا العمل، لأن يعني أنت تارك فريضة من الفرائض. جميل. من هذا الباب يعني أنه أنت لازم تنبهه بأن أنت مو راضي عن عمله هذا، لكن أدى قدم له خدمة كذا، لا، هذا مو صحيح، كلام الناس مو صحيح. أحسنتم. ولكن خدمة هذه الامرأة الجليلة المؤمنة جزاء الله خير الجزاء، السائلة لهذا السؤال، خدمتها مقبولة عند الله سبحانه. أكيد. إكرام الضيف، وإذا كان عمها أبو زوجها، أو كان أخوها، أو كان أبوها، يعني أحد محارمها، الأجر والثواب مضاعف لها. لا، الأجر والثواب الواحد، والأمور بها معصية وإثم هم الواحد. جميل. فهي مو مأثومة هذه المرأة أبداً. أحسنتم سيدنا. هناك شق ثاني أيضا للسؤال سماحة السيد، هي نفس الأخت الله يحفظها، تستمر بالحديث والسؤال، تقول إنه شيء ثاني، عندي عيالي، قصدها زوجها، ما عندهم لا خمس ولا زكاة، ولا حلال ولا حرام، شلون وأنا آكل وأشرب وياهم؟ طبعا أيضا هذه فيها تفصيل. نعم. المسألة أنه تارك، مثل ما قلنا، تارك لفريضة من الفرائض، وخصوصا الفرائض المالية مثل الزكاة والخمس والأمور المالية الأخرى، فهو مأثوم، لكن هل يترتب علي أنا عندما أريد أكل من طعامه، أو أريد أشرب، أو أستعمل الأثاث أو غيره، الأمور اللي موجودة في المنزل، اللي إذا كان عندي يقين بأن هذا مو مخمس أو ليس مزكى، ويتعلق فيه الخمس ويتعلق فيه الزكاة مثلا، نعم، هذا أمر آخر. أما أنا ما أدري، لأنه يعني أكو بعض أمور ما تحتاج إلى زكاة أو خمس، بعض موارد، فما فيها إشكال، ما فيها إشكال. أما إذا الإنسان يريد يعمل بالاحتياط، يريد يحتاط بأنه أنا على مد لا يصير شيء بذمتي، أنه نفسيتي مو مرتاحة، فالشيء اللي آكله، مثلا رحت إلى بيت أحد أصدقائي أو أقاربي أو كذا، وأعرف بأنه مو أهل خمس وزكاة، نعم، من باب الاحتياط بمقدار اللي أنا أكلت أو شربت أنا أطلع خمس من يمي، هذا من باب الاحتياط المستحب. جميل. فما في إشكال أن تأكل أو تشرب. أحسنتم سيدنا، بارك الله فيكم. أيضا سؤال من الأخ السيد علي من محافظة النجف الأشرف، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا، احنا منطقة ريفية وعندنا سماعات مو نظامية، هسه ما ادري شنو القصد بالسماعات مو نظامية، موضح هو طبعا، وقبل الأذان بساعة أو ساعتين تشتغل، يعني قصده على المسجد سيدنا، انه هناك سماعات في المسجد ومجاور بيته، اكو ناس تشكي من هاي السماعات، شنو حكمها؟ ما العمل مع هكذا موقف سيدنا؟ نعم، اللي فهمته من السؤال من سماحة السيد المحترم الأخ السائل لهذا السؤال، أنه بعض المساجد أو الحسينيات بأنه يشغلون هذه السماعات الخارجية طبعا قبل الأذان بفترة من الزمن، نصف ساعة أو ساعة أو أقل أو أكثر، بحيث يقرأ قرآن، يقرأ دعاء وكذا إلى أن يوصل وقت الأذان، هو ذاكر ساعتين سيدنا. نعم. فإذا سبب أذية
ولو كان شخص من تلك المنطقة يتأذى من هكذا أمر فهذا إيذاء للمؤمن. أحسنتم. وإيذاء المؤمن حرام. صحيح. فنصيحة لأرباب المساجد والحسينيات حتى الناس لا يتنفرون من الدين. لا يتنفرون من الدين. أكو روايات كثيرة وعديدة الآن شواهد إجت ببالي بذهني إلى ما شاء الله بأن الإسلام، طبعا هذه الروايات واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام عن الأئمة الأطهار، بأنه لا تنفرون الناس من الدين بتلك الأعمال أمثال هذه، بأنه يسبب أذية، يسبب إزعاج، عدم راحة. أكو مريض يريد ينام، أكو طفل يريد ينام، أكو شخص ينزعج من هذه الأصوات زين اللي موجودة ولو أنه قرآن أو دعاء، لكن إذا سبب أذية إلى الآخرين هذا سبب تنفر. فما يجوز هذا الشخص المتصدي زين المتولي للمسجد أو للحسينية يجب أن يراعي حقوق الناس بهذه القضية، فيشغل بس مجرد أنه للأذان مثلا أو فالدعاء مختصر أو آيات معدودة لفترة وجيزة بحيث ما يؤدي الواجب، أما ما زاد على الواجب يشغل بس السماعات الداخلية داخلية وراحته، مو لازم أنه يشغل السماعات الخارجية. أحسنتم سيدنا. يعني إذا أذان الفجر بالخمسة سيدنا هو يشغل قبل ساعتين، يعني بثلاثة بالليل هو يبدي. فهذا نعم سبحان الله يصير إيذاء ولا يجوز. أحسنتم سيدنا بارك الله فيكم. أيضا سؤال من الأخ العزيز من إيران، من عبادان تحديدا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من مقلدي سماحة السيد السيستاني دام ظله، تكليف شهر رمضان، يقول انصوم ونعايد مع الجمهورية الإسلامية لو مع السيد السيستاني شنو نسوي؟ هو عايش في إيران، يعني هو من إيران من عبادان لكن يقلد السيد السيستاني. طبعا هذه المسألة واردة بكثرة في أيام رمضان. نعم نعم سيدنا. نعم في أيام العيد طبعا. في أيام العيد نعم سيدنا. طبعا تحياتي للسائل المحترم، جزا الله خير الجزاء على هذا السؤال. هاي المسألة تعتمد على مبنى المرجع اللي هو يرجع له. نعم. على الفقيه اللي يرجع له بمسائل الشرعية. احنا عندنا ثلاثة مباني في هذه القضية. قضية رؤية الهلال، الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الأطهار، صم للرؤية وافطر للرؤية. ثلاث مباني موجودة، أنه رؤية الهلال وثبوت هلال شوال يعني يوم العيد، عيد الفطر طبعا، إما بالرؤية بالعين المجردة. نعم. وإما وهو رأي السيد السيستاني حفظه الله وكثير يعني مشهور الفقهاء، الرؤية بالعين المجردة، والرؤية بالعين المسلحة. نعم. وبالمحاسبات الفلكية. ثلاث مباني. يعني كل واحد من المقلدين يرجع إلى مقلده على هذا المبنى. إذا كان تقليده للسيد السيستاني حفظه الله ورعاه أنه يجب أن تثبت الرؤية بالعين المجردة حتى لو كان عايش في إيران، حتى لو كان عايش في إيران. حسنت. فإذا صار اطمئنان بالرؤية بالعين المجردة في إيران هو يقدر يعتمد على هذا الاطمئنان وعلى هذه الشهادة أو الشياع اللي يصير ويفطر مع الجمهورية الإسلامية. أما إذا لا لم تثبت بالعين المجردة، نعم، لازم يتبع رأي المرجع مالته. أحسنتم سيدنا. طيب الله أنفاسكم بارك الله بكم. نطلع إلى فاصل إن شاء الله ونرجع إلى خدمتكم أحبائي المشاهدين. فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية ومشاهدي برنامج توضيح المسائل، مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم سماحة السيد مناف الجزائري.
الله يحييك. حياكم الله سماحة السيد. الله يحفظكم إن شاء الله. هناك سؤال أيضا من الأخ علي السعدي من محافظة بغداد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سمعت من شيخ يقول أنه الربا حرام إلا في حالة واحدة، إذا قرض الوالد لولده يجوز أن يأخذ زيادة ولكم الأجر والثواب. جزاء الله خير الجزاء على هذا السؤال، وجزاء الآخرين أيضا المتابعين المشاهدين، جزاهم الله خير الجزاء. نعم، الربا ينقسم إلى قسمين، طبعا هذا فرع واحد من فروع مسائل الربا. الربا على قسمين، الربا القرضي والربا في المعاملة في البيع. على كلا قسميه ليس في مورد واحد يجوز الربا ولا يعتبر حرام وليس فيه حرمة، في ثلاث موارد الفقهاء يذكرونها. نعم، المورد الأول اللي ذكره السائل، نعم الربا بين الوالد والولد. أحسنتم. أي واحد يأخذ من الثاني؟ الوالد الأب يعني. نعم. الأم لا، بين الولد سواء كانت ذكر أو أنثى. جميل. زين، الذكر أو الأنثى بينهم وبين أبوهم يصير ربا، يعني زيادة يأخذ من عنده مبلغ وينطي زيادة. نعم، بالشرط سيد يشرط يعني عليه. نعم يقدر. نعم، بين الوالد وأولاده وبين الزوج وزوجته. جميل. المورد الثاني. نعم. أيضا. جميل. تستاهل. زين، المورد الثالث هذا يعني قليل أنه أيضا يصير بين المسلم والكافر الحربي. الكافر الحربي. نعم، عندنا كافر ذمي. نعم. وعندنا كافر حربي. جميل. الكافر الذمي هذا اللي يعيش في بلدة مسلمة. نعم. يعني في بلاد إسلامية وهو إنسان كافر يعيش بها، هذه يقولوا له ذمي. هذا لا، لأنه يحترم قوانين الإسلام وكذا في البلدة الإسلامية. أما الكافر الحربي يعني المعادي. جميل. للإسلام، هذا تقدر يعني تقدر تأخذ من عند الربا. في ثلاث موارد ليس في مورد واحد. أحسنتم. وأيضا إخواني، كثير من الناس عندما يسألون عن قضية الربا كيف تكون إذا كان فيها شرط. جميل. يعني هذا المعطي مثلا تريد تستقرض من شخص مبلغ من المال، هو يشرط عليك أعطيك هذا المبلغ بشرط، بشرط أن تنطيني زيادة. جميل. كذا وكذا مبلغ، مو نسمة نسبة بالمية، مرة يقول نسبة. نعم. زين، هذا يصير مثلا من باب المضاربة أو كذا، نقدر ندخله في عقد من العقود الشرعية إذا كان بنسبة بالمئة ما يحدد المبلغ. نعم. أما إذا حدد قال كذا مبلغ تعطيني بالشهر، زين، أو إذا ما تريد ترجع لي هذا المبلغ بعد شهر تنطيني عليه زيادة، بهذا الشرط يصير ربا. جميل. إذا شرط المعطي، أما إذا لم يشرط المعطي والآخذ، هذه الروايات يقول يستحب عندما تستقرض من أحد قرض يستحب أن تزيد عليه إكرامية، يعني تخلي فد مبلغ بالإضافة إلى ذلك المبلغ الذي استقرضته منه وتعطيه إياه، حتى شنو أنت تشجع على هذا الأمر، وأجر وثواب القرض أكثر من الصدقة. أحسنتم. أما يعني من حسن ذات الشخص الآخذ أنه هو من طيب نفسه يخلي مبلغ زيادة ويرجعه للمعطي كهدية باعتبار. أحسنتم. أحسنتم. هذا مستحب. أما الشخص المعطي يشرط، هذا حرام. يأكل بعض سيأخذونها سيدنا شلون، أنه والله ما يجوز أنا أنطي فد شيء، يعني هاي معلومة جدا قيمة. والله يصير حرام ربا، ولكن سماحتكم ذكرتوا أنه لا بأس بالهدية، لا بالروايات تطيابة خاطر مثل ما نقول، حتى هذا يشجع مرة ثانية يعطي غيره. جميل. بخلاف هذا اللي يقطع سبيل المعروف ما يرجع تعطيه وبعدين ما يرجع، هذا يقطع سبيل المعروف، بحيث هذا الشخص المعطي بعد أي شخص أي إنسان بعد ما يساعده وما ما يقرضه. أحسنتم سيدنا. طيب الله أنفاسكم. طبعا رسالة من الأخت العلوية أم علي الله يحفظها تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، مبارك عليكم شهر شعبان،
شهر نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، شهر الخير والعطاء، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات بحق محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم، وبحق مولانا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله على عودتكم بهذا البرنامج العظيم والمفيد، جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم وجعله الله في ميزان حسناتكم. أرجو منكم معرفة الوقت الذي يعرض به البرنامج على قناتنا الحبيبة قناة المهدي الفضائية. طبعا شكرا لأختنا العزيزة العلوية أم علي على هذا الإطراء وهذا الكلام. وقت عرض برنامج توضيح المسائل الوقت الأصلي هو الساعة 10 مساء في كل خميس بإذن الله تعالى. نعم سيدنا، ننتقل وإياكم إلى سؤال آخر من الأخت أم فاطمة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مريضة وعندي جرثومة، الله يشافيها ويعافيها إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، وبرمضان حيل أتعب وأضعف، شلون أبقى مطلوبة لو لا؟ طبعا هي من محافظة واسط. نعم، حس اللي فهمت من السؤال بأنها مريضة، والشخص المريض إذا كان الصيام يؤذيه أو يؤخر في علاجه أو يضاعف المرض مالته، يتضاعف يتزاد أكثر وأكثر، هذا الصيام ليس بواجب عليه، يسقط عنه الصيام أي شخص كان. وليس فقط أنه لا يجب عليه، بل إذا صام وهو يعلم بأنه يتأذى ويتألم بالصيام يكون حرام عليه. أحسنت، يعني خلاف ما أمر الشارع. الشارع ماذا قال؟ قال صوموا تصحوا. جميل، لم يقل صوموا تمرضوا. أحسنتم. فإذا أنا أعرف بأن إذا صمت راح أتمرض أو يزداد مرضي، لا يجوز الصيام، لا يجوز. ونسأل الله سبحانه وتعالى لأختنا المحترمة السائلة ولجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات لمرضانا الشفاء العاجل إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء وهذه الجائحة عن البشرية جمعاء إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. أحسنتم سيدنا، بارك الله فيكم. أيضا سؤال من أحد الأخوات من محافظة النجف الأشرف، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متزوجة وزوجي ما يصلي، وهذا مؤثر على حياتنا ورزقنا، فما هو الحكم؟ طبعا يعني ترك الصلاة له آثار وضعية وآثار تكليفية. الآثار التكليفية طبعا يوم القيامة، يعني الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الشخص الذي يترك فريضة من الفرائض، وفريضة الصلاة هي من أركان الدين ومن الأسس التي أسس عليها الدين، فطبعا يكون مأثوم ويعاقب على ترك هذا تكليفا. أما وضعا في الدنيا يعني له آثار وضعية، واحد من آثار الوضعية لترك الصلاة وعدم البركة بالرزق. حسنت. وعدم البركة بالعمر وعدم البركة بالذرية وإلى آخره. يعني هذا خطابي لكل من يستهين ويستخف بالصلاة. الإمام الصادق عليه السلام في آخر لحظات حياته، آخر لحظاته عندما كان يحتضر بأبي هو وأمي، قال هذه النصيحة لكل مسلم بل لكل مكلف على وجه الأرض: لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. مستخف يعني شنو؟ يعني يصلي ما يصلي، يصلي بوقتها خارج من وقتها، هذا يسمونه استخفاف. فكيف بتارك الصلاة هذا اللي ما يصلي أبدا؟ لن ينال شفاعة أهل البيت، وكلنا نحتاج إلى شفاعة أهل البيت. هذا من جهة. من جهة أخرى، أكو بعض الناس يقول مثلا أنا الصلاة ما تفيدني،
لمن أصلي وأنا عندي ذنوب، أنا عندي معاصي، أنا عندي أخطاء، أنا عندي كذا؟ هذا الشيطان يوسوس له بهذه الأمور. لا، ما ممكن أنه نتصور هذا الشيء. ليش؟ لأنه رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي آية أخرى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. وبهذه الآية استدل الإمام الباقر عليه السلام عندما سأله سائل قال له يا ابن رسول الله الصلاة تنفع العاصي؟ هذا المذنب العاصي الصلاة هم تنفعها؟ قال نعم. قال كيف يا ابن رسول الله؟ قال أرأيت لو كان على باب دارك نهر، لو كان على باب دارك نهر موجود وتغتسل فيه 5 مرات باليوم، أيبقى على جسمك درن أو ساخم؟ يبقى بعد على جسمك 5 مرات تستحم، زين، تغتسل، تدخل بالنهر، زين، وبالماء الطاهر، وتطلع، يبقى على جسمك بعد أوساخ؟ قال لا. قال هكذا الصلاة تفعل. جميل. بالذنوب تمحيها. إن الحسنات، قرأ هذه الآية، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهي الصلاة اللي يصير سبب لهداية الإنسان. أحسنتم. والله سبحانه وتعالى ببركة الصلاة يبارك بالرزق، يبارك بالعمر، يبارك بالذرية، وإلى آخره من الأمور اللي يحتاجها كل إنسان في الدنيا. بارك الله فيك. فلابد أنه هذا، يعني ممكن أنه الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو كذا، لازم أنه في داخله يتأذى من هذا الأمر، لا يرضى ولا يساعد على ذلك. نعم. دائما ينبه، ولكن بطريقة وبأسلوب بحيث أنه لا يضاعف الأمر، بحيث هذا يعني يفر من الصلاة ومن الدين ومن بأسلوب طيب لعله يهتدي. جميل جدا، أحسنتم سيدنا. طيب الله أنفاسكم وبارك الله فيكم، وشكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لخدمة مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن شاء الله نكون من الذين يقضون حوائج المؤمنين. اللهم آمين يا رب العالمين. أحسنتم سيدنا. طيب الله أنفاسكم. نعم أحبائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم سيدنا.